تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لأمور طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسعدنا استقبال استفساراتكم مداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكر بأرقام التواصل ويانا، أذكر بطاقم العمل ورحب فيهم: في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق نجاة السويدي، في الإخراج والقواسمة، ومقدمة الحلقة اليوم دكتورة عاش البسطي. حياكم الله. أرقام التواصل 600-55-1414، الرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مستمعينا مثل ما عودناكم برامجنا وفقراتنا بتكون متنوعة، خلالها عنا الفقرات التوعوية، خلالها كذلك عنا مواضيع مهمة تهمكم وتفيدكم. بداية بنبتدي بدراستنا لليوم. دراستنا تقول: طور باحثون في الولايات المتحدة قفازات إلكترونية يمكن ارتدائها فوق الأطراف الصناعية، تتيح للمستخدم الشعور ببعض المؤثرات الخارجية مثل الحرارة والملمس والضغط. وذكر موقع ساينس ديلي المتخصص مجال التكنولوجيا أن القفازات الإلكترونية الجديدة تعطي الطرف الصناعي بعض السمات البشرية اللي تنطوي على فائدة كبيرة في الحياة اليومية، وهو ما يساعد في تحسين الصحة النفسية للمستخدم عن طريق الاندماج بشكل أفضل في المجتمع. وتعتمد القفازات الإلكترونية على وحدات استشعار كهربائية مرينة ورقيقة للقاية مثبتة في رقائق إلكترونية مصقرة مصنوعة من السيليكون، يتم تثبيتها فوق قفازات مصنوعة من مادة النتريل، ويتم توصيل القفازات الإلكترونية بجهاز يشبه ساعة المعصم يسمح بعرض البيانات الحسية اللي يتم تسجيلها بواسطة القفاز، ثم نقلها عن بعد إلى المستخدم بعد تحليلها بواسطة معالجات خاصة. وأعرب الباحثون عن أملهم في أن يساعد مظهر وإمكانيات القفازات الجديدة في تحسين حياة مستخدمي الأطراف الصناعية عن طريق السماح لهم بالشعور بالراحة في مختلف الظروف الاجتماعية. طبعا كنا عارفين بخصوص الأطراف الصناعية، صراحة هي نقلة كبيرة في عالم الطب كذلك، لأن أي طرف فيج أو أي جزء في جسم الإنسان سبحان الله له أهمية كبيرة، سواء بالشيء العملي اللي يستخدمه أو حتى بالنفسية الشخص. الأطراف الصناعية لعبت دور كبير أن يمارس الشخص اللي فاقد لأي طرف من أطرافه لحياته اليومية أو حتى لأعماله بطريقة نفس طريقة طرفه الطبيعي. بس طبعا الطرف الطبيعي فيه مميزات معينة تختلف، بس على الأقل في تطور في هذا المجال، أن في قدم أو في ساق بدل الساق اللي تم بترها، أو في يد بدل اليد اللي تم بترها، أو يعني في أشياء ثانية. وطبعا لعبت دور كبير مع هذه الأشخاص في أنهم يمارسون حياتهم اليومية. ويمكن نعرف حتى رياضيين كثار على أطراف صناعية، يعني بالعكس ما وقف، بالعكس طور من قدراتهم أكثر وأكثر. بس طبعا يفتقد في أشياء معينة مثل الحس، أشياء معينة شوي يفتقدها الطرف الصناعي، يختلف عن الطرف الطبيعي. وهالشيء صراحة إن شاء الله يطلع على الأرض الواقع ويكون يعني نقلة كبيرة للي عندهم أطراف صناعية، بحيث أنه يقدر يحس بالشيء اللي يلمسه، يقدر يحس بأطرافه تحس يعني سبحان الله بنفس الأطراف الطبيعية. هذه بالنسبة لدراستنا لليوم.
فقرتنا الحين فقرة السوشيال ميديا، مثل ما عودناكم تواصل مع الزميلة أسماء الجناحي للتعرف على اهتمامات السوشيال ميديا اليوم وأقلب ما يدور فيها. صباح الله بالخير أسماء. صباحكم الله بالنور دكتورة، عليك على كل المستمعين مستمعين برنامج صحة سعادة. هلا أسماء. أسماء نترية طبعا فقرة السوشيال ميديا. دوم تكلمت على الأطراف الصناعية دكتورة. نعم. نحن قبل سنة تقريبا كان في شخص يستخدم الأطراف الصناعية في الريلي. نعم. تواصلنا معه وقلنا يعني ليش ما تجرب الأطراف الثلاثية الأبعاد. فلما جرب أول شيء يعني كان متخوف، لكن لما جرب الأطراف الثلاثية الأبعاد قال لنا أول مرة أحس بأصابع ريلي. سبحان الله. غير هذا يقول آلام اللي مثلا اللي كانت موجودة في الظهر وغيرها كلها راحت، لأن الطرف الصناعي الذكاء الصناعي كان الذكاء الصناعي مع 3D. الذكاء الصناعي عرف الإحداثيات إذا كان القدم موجودة، صح، والأطراف الصناعية سووها كأن حجم الريل إذا كانت موجودة وكانت متناسقة مع الريل الثاني، يعني كأنها هي نفسها، هو الريل اللي ما كان عنده تبي هي فتكون هي متناسقة مع الجسم كامل، يعني الوزن الحجم الحركة، فيعني وكان جزء منهم يعني مصنع في دولة الإمارات. ممتاز. يعني هال التقنيات الجديدة وايد وايد ياسر تخفف وتسوي بطريقة يعني مريحة حتى للشخص. فهذا اللي يقول الحين أنا أمشي وأتحرك وأحس أنا ما عندي أصابع بس يقول أحس كأنها موجودة، فها حتى نفسيته تتغير. بنقول أشياء اللي عملية بس الجميل أن ركزوا حتى على الجانب النفسي للشخص نفسه. هي فهاي يعني حبيت أشارك فيه دام تكلمتي عن موضوع أطراف الصناعية. شكرا لها المشاركة. لا جميل أن يكون كنقاش بنفس الموضوع. نرجع للسوشيال ميديا. بنقول لكم نصيحتنا لليوم دام احنا طولنا شوي في موضوع الأطراف الصناعية، إن أردت أن تكون أكثر صحة وايد ما شاء الله في نصايح لنا اليوم. إنزين، إن أردت أن تكون لديك كثير من الإنجازات فعليك قبل ذلك أن تكون رغبة لذلك والإصرار للحصول عليه. يعني ما بتحصل الشيء إذا أنت بس تبغى تسويه أنه بس مطلوب مني، صح. لازم الرغبة تكون موجودة، لازم الشيء يكون من داخل، من داخل كل يحرك، مو الناس تقول لك. فأرجع لرغبتك وابدأ ودمت بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة يا أسماء. شكرا لك أسماء الجناحي. هذه نصيحتنا اليوم لكم فقرة السوشيال ميديا. مستمعين الأعزاء طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة، حياكم الله ويانا مرة ثانية. ذكركم برقم التواصل 6005514144، الرسائل النصية على 4006. حياكم الله. الحين طبعا فقرتنا التوعوية بتكون بخصوص موضوع كذلك مهم وشيق، كيف نعود إلى نظام غذائي صحي بعد الإجازة. ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة ريهام أحمد. صبحت الله بالخير أستاذة ريهام. صباح النور والسرور. أهلاً صباح الخير. أهلين أستاذة ريهام. طبعاً موضوعنا اليوم شيق جداً اللي هو بخصوص النظام الغذائي الصحي. هو المفروض الواحد دائماً سواء في الإجازة أو غير الإجازة يتبع النظام. صحيح مضبط كلامك. بس معظم الناس في الإجازة يكونون في سفر يتغير نمط أكلهم، وخاصة أن الواحد يبغى يتعرف على أكل البلد اللي هو زايرنا، فنبغي نتعرف أكثر كيف نرجع لنظام غذائي صحي بعد الإجازة. صباح الخير. مضبوط كلامك. يعني مع العودة للعمل بعد انتهاء الإجازة الصيفية ومع بداية العام الدراسي الجديد، ياريت نخليها كنقطة بداية لتعزيز أسلوب ونمط حياة صحي واتباع عادات غذائية سليمة.
لأنه في فترة الإجازات الصيفية للأسف نكتسب بعض العادات الغذائية السيئة، فمع السهر والاستيقاظ متأخر ممكن نلغي مثلاً وجبة الفطور، نبتعد عن ممارسة النشاط البدني، بعض الأشخاص بتناولوا كميات غير محسوبة من السعرات الحرارية، عالية بالدهون، عالية بالسكريات، فبتصير في شوية خربطة أو اتباع لأنظمة غذائية أو أساليب حياة غير صحية خلال فترة الإجازة للأسف. فخلينا يعني مع بداية العام الدراسي فتكون زي نقطة بداية لنا جميعا إحنا كأمهات وأباء وكمان لأبنائنا في المدارس، نعزز فكرة النمط الغذاء الصحي حتى كمان عند أطفالنا، خاصة الأطفال اللي في مرحلة الروضة، فزي ما بنعلمهم وبنربيهم مثلا على يتعلم القراءة والكتابة، أيضا عاداتهم الغذائية اللي بنربيهم عليها ممكن تكمل معاهم لطول العمر ويتعودون عليها خاصة إذا من الصغر. مظبوط، وإحنا يعني أولادنا انعكاس إلنا، أنا ابني شافني بمشي على عادات غذائية سليمة مش مجرد رجيم لفترات معينة، يكون أسلوب حياة صحي في ممارسة رياضة ونشاط بدني جزء من يوم يكون فيه نشاط بدني، أكيد حيتبع نفس الأسلوب النمط الغذائي أو النمط الصحي اللي أنا ماشي عليه. فمع عودتنا هلا من الإجازات وعودتنا للعمل ياريت نبتدي في تطبيق النظام الصحي، أمثلة عليها مثلا اللي هي وجبة الفطور. اللي أغلبها في الإجازات الصيفية بتكون بسبب السهر والاستيقاظ متأخر ممكن الشخص يلغيها أو ينساها، وبالتالي بنيجي للوجبة الثانية اللي وراها بتكون غنية بالسعرات الحرارية، غنية بالدهون، غنية بالسكريات، تفتقر للألياف اللي هي الخضار والسلطة. فنركز مع بدايتنا الجديدة نركز مثلا على وجبة الفطور، هي وجبة مهمة جدا، وهي باعتبار الشاحن للجسم اللي بيمده بالطاقة اللي بتكفي طول النهار. فنركز على وجبة فطور سليمة وصحية ما نأخرها، وتكون متوازنة تحتوي على نوع من البروتينات، نوع من الكربوهيدرات المعقدة، خضار، حبة فاكهة، كمية من البروتين اللي هي متمثلة في الألبان أو في الحليب. فوجبة الفطور جدا مهمة. نشرب أيضا كميات كافية من المي للأسف، يعني مظبوط الأطفال خاصة هلا في مرحلة المدارس ومع بداية العام الدراسي، خاصة الأطفال الصغار ممكن يلتهي الطفل وينسى يشرب كمية كافية من الماء، فلازم نركز إنه الطفل يشرب كمية كافية من الماء. أيضا الشخص البالغ مش أقل من 8 أكواب يوميا خاصة مع الأجواء الحارة. نستبدل المشروبات الغنية بالسكريات، نستبدلها بالماء أو نأخذ العصائر مثلا الطبيعية مش مضيوف عليها كمية كبيرة من السكر. خاصة أطفالنا في المدارس يعني نحاول نركز على الموضوع، الحقيبة المدرسية اللي نعطيها لطفلنا ما تكون زيادة عن حاجة الطفل، ما نبالغ فيها، نركز على الأكل الصحي يكون فيها مصدر من البروتينات، يكون فيها مصدر من النشويات زي الخبز، شوية خضار، حبة فاكهة، كمية من الماء اللي تكفي الطفل طول فترة وجوده في المدرسة. فشرب كمية كافية من الماء جدا مهم، وزي ما قلنا عدم إهمال وجبة الفطور. ممارسة الرياضة، ممارسة الرياضة أيضا يعني يكون النشاط البدني جزء من يومي. كيف في ساعة للعام، ساعات للعمل، ساعات للنوم، يكون في لو نص ساعة يوميا لممارسة النشاط البدني للمشي للحركة، فهي كلها بتساعد على يعني أن أنزل الوزن اللي ممكن أكون اكتسبته خلال الإجازة السنوية، الإجازة الصيفية عفوا. فدائما اتباع نظام غذاء صحي، غذاء متوازن يحتوي على كل المجموعات الغذائية بيساعدني على يعني أحافظ على جسمي من الوزن الزايد، أخسر الكيلوغرامات الزيادة اللي اكتسبتها خلال الإجازة، بيمتعني بصحة وحتى يعني حالة نفسية بتكون أفضل. أفضل بتكون. أستاذ ريهان، بخصوص وجبة الفطور أنت ذكرتيها وأهميتها، طبعا وكنا عارفين أهمية هذه الوجبة، بس في ناس وايد يمكن تعطي هذه الملاحظة، أطفالنا ما يتشجعون يأكلون شيء الفطور قبل حتى ما يصيرون المدرسة، وطبعا نحن نوجه لأهالي أهمية هذه الوجبة قبل الطفل ما يروح للمدرسة أو الحضانة وأنهم يتعودون عليها، فشو نصيحتك في هذه الحالة إذا الطفل ما حب أو ما كان يرفض يأخذ وجبة الفطور قبل ما يروح المدرسة؟ صح. في يعني الأهالي أولياء الأمور بيواجهوا صعوبة، خاصة
بعد فترة الإجازات والعودة للمدارس إنه الطفل بيصحى ما بده يتناول وجبة الفطور. هون بيجي دورنا كآباء وآباء وأمهات، إحنا قدوة لأبنائنا، يعني المفروض إحنا نتناول الوجبة مع أطفالنا. لازم الطفل يشوف أهله بيتناول وجبة الفطور وإنها جزء مهم من أسلوب الحياة اليومي. فممكن أشجع الطفل أشوف الشغلات اللي الطفل بيحبها، شو الشغلات اللي بيحب يتناولها على وجبة الإفطار. طريقة تقديم الأكل للطفل كمان تكون يعني خاصة الأطفال اللي في أعمار الصغيرة، تكون مثلا بألوان محببة للطفل، أركز فيها على الألياف، أدخل يعني ممكن أقدم للطفل قطع مثلا من الخضار، مثلا دوائر من الخيار، قطع من الجزر الصغير، حبة فاكهة. ممكن فترة الصبح ما يكون في وقت كافي انه الطفل يتناول كميات كبيرة، وهو ما بحاجة يتناول كميات كبيرة. وجبة الفطور ممكن يكون نوع من انواع حبوب الافطار السيريال مع الحليب بدون إضافة كمية من السكر. ممكن أخلي الطفل يأكل ساندويتش صغير مع كاس الحليب قبل ما يتوجه للمدرسة. ممكن أنا بالحقيبة الغذائية طبعا هاي دور الأهل ودور المدرسة أيضا في أنه نعزز قيمة الغذاء الصحي عند الطفل، وأنه كيف ممكن ينعكس على صحة الطفل لما بيكبر. شو نحط في الحقيبة المدرسية هاي في الحقيبة الغذائية، هاي دور بين الأهل وبين المدرسة. فيعني ممكن دور الأم هون أكبر في أن أنا أعرف شو شغلات الطفل بيحبها، أستبدل مثلا المشروبات العالية بالسكر بمشروبات أقل، يعني ما تكون فيها كمية سكريات عالية، أو تكون مثلا من العصائر الطازجة اللي تكون بالبيت حتى معمولة، أو نكون متأكدة أنها طازجة وما مضاف إلها سكريات أو مياه، مو مضاف إلها سكر. كمان أنا مثلا بصير للأطفال في الأعمار الصغيرة يعني في بعض المدارس مشكورة إنه بتمنع إنه الطفل يجيب معه على المدرسة مثلا الشيبس والشوكولات والحلويات هذه، لأن الأطفال بطبعهم ممكن يعني يتناولوا من بعض. فأنا ممكن أكون أنا مبعثة مع ابني الحقيبة اللي بياخدها حقيبة الأكل، عارفة شو حطت فيها، بس ممكن الأطفال هم بينهم بين بعض يتناولوا. فهون بيجي دور المدرسة، دور المعلمات كمان ممكن يساعدوا الأهل بهالموضوع، بالإضافة إلى دور الأهل اللي هو الأساسي، إني أنا أعزز فكرة الغذاء الصحي عند الطفل، مش لفترة معينة أو مثلا لمرحلة معينة، تكون أسلوب أو نمط حياة صحي للأهل وبالتالي لأبنائهم. صح، والطفل يتعود من صغره على هذا الشيء، فيتعود حتى يوم يكبر يكون نمطه واحد، يعني ما يحس أن صعوبة أن يبدل من نمط صحي. أكيد أكيد، العادات الغذائية يعني إحنا بنغرس في أطفالنا الشغلات اللي بنيها تكمل معاهم لطول العمر. فإذا أنا من صغر الطفل عودته على الأكل الصحي، الغذاء الصحي مش هو غذاء ممل ما في نكهة وما في طعم. صح. عود الطفل على أنه الغذاء الصحي هذا أسلوب حياة بيكمل معانا طول العمر، بحمينا من الأمراض، بتكون تتمتع بصحة جيدة في صغرك وعندما تكبر. إذا ابني شافني أنا مثلا بمارس عادات غذائية صحيحة، إنه في حركة في يعني في جزء من يومي للنشاط البدني أو الحركة، فأكيد حيقلدني. فأنا ممكن أزرع في الطفل من الصغر العادات الغذائية السليمة اللي يكمل عليها لبعدين ويتعود عليها. أستاذة ريهام، كلمة أخيرة توجهينها للمستمعين الكرام خلال البرنامج. بحكي لهم كل عام وهم بخير بمناسبة العام الدراسي الجديد لأبنائنا، وإن شاء الله دائما بيتمتعوا بالصحة والسلامة والعافية، ونخلي العودة للعمل تكون عودة أيضا لنظام صحي وأسلوب حياة صحي ومتوازن، حتى يتمتعوا هم وأبنائهم بالصحة والعافية إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ ريهام أحمد، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا جزيلا. هذه فقرتنا التوعوية اليوم اللي تكلمنا فيه كيف نعود إلى نظامنا الغذاء الصحي بعد الإجازة، وكانت ويانا الأستاذة ريهام أحمد أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم في موضوع جدا مهم وشيق اللي هو طبيب الكل مواطن. خليكم ويانا، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. صحة وسعادة.
مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600551414، الرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا الحين فقرتنا الثالثة لليوم بتكون عن برنامج طبيب لكل مواطن اللي تتبناه هيئة الصحة بدبي، وحزمة من المشاريع والمبادرات لتحقيق هذا الهدف، وهو طبيب لكل مواطن اللي يتركز على توفير الاستشارات الطبية للمواطنين على مدار الساعة من قبل مئات الآلاف من الأطباء والأخصائيين والمستشارين من جميع دول العالم من خلال شركة تخصصية ورؤية تهدف إلى تغيير المنظومة الطبية لتقريب الأطباء وتعميق الوعي واستخدام أفضل للعقول الطبية عالميا في خدمة مواطنين. حول هذا الموضوع يسرنا تكون ويانا اليوم الدكتورة حنان عبيد، مدير إدارة السياسات والمعايير الصحية في قطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة حنان. الله صبحت بالخير أنت والمستمعين جميعا إن شاء الله. حياك الله ويانا. الله إن شاء الله. طبعا حتى في الفاصل كنا نتكلم بخصوص الموضوع نفسه، وما شاء الله الجهود الكبيرة اللي انعكست خلال فترة اللي طافت لتحقيق هذا الهدف اللي هو طبيب لكل مواطن، وأنتم ما شاء الله ما قصرتوا في الترتيبات وحتى وضع المقاييس والأشياء اللي وصول لهذا الهدف اللي هو طبيب لكل مواطن. فممكن دكتورة تعطينا فكرة عامة عن هدف طبيب لكل مواطن والتزام الهيئة بهذا الهدف؟ طبعا أكيد طبيب لكل مواطن هو الهدف الذي أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي رعاه الله في البند الخامس من وثيقة 50 الذي تعمل عليه الهيئة الآن على تحقيقه. طبعا الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو تمكين المواطنين. نعم. طبعا تمكين المواطنين الحصول على خدمات عالية الجودة وحاطتهم برعاية صحية متكاملة في أي وقت وأي مكان على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. مثل ما ذكرتي خلال خدمات الرعاية الصحية عن بعد، الاستشارات عن بعد، وذلك طبعا تحقيقا لرضاهم وسعادتهم. طبعا هذه التجربة تجربة جديدة وهي تجربة مبتكرة، طبعا تهدف إلى تقريب الصحة للمواطنين. ممتاز. وذلك لتعزيز صحتهم والوقاية من الأمراض أكيد. طبعا هذا لدعم المشاريع الاستراتيجية. نعم. لهيئة الصحة في دبي، طبعا مشاريع 2021 ودعم البرامج الابتكار لدى الهيئة والإمارة. ممتاز دكتورة، قلتي كلمة اللي هي تقريب المواطن أو تقريب المواطن اللي عنده يعني حابب استشارة الطبيب، ممكن تفسرين أكثر كيف يتقرب مع الطبيب نفسه؟ طبعا الوضع الحالي إذا المريض حب يأخذ أي استشارة طبية لأي حالة من الحالات، صح، يذهب إلى المركز الصحي، صح، الأقرب إلى منطقته، والطبيب يجري عليه الفحوصات والإجراءات، وإذا يعني يحتاج أي استشارات أخرى يتم من خلال المركز الصحي. نعم. لكن هالوضع مختلف الحين، بيكون هناك في خط للتواصل. ممتاز. طبعا عن طريق DHA 800 DHA أو عن طريق الأبليكيشن، راح ياخذ راح يتصل أو يتواصل عن طريق التطبيق الذكي وياخذ استشارة إلكترونية للطبيب مباشرة. طبعا هاي الاستشارة الإلكترونية مباشرة الطبيب راح يقيم الحالة، هل هي حالة طارئة أو غير طارئة. نعم. طبعا هناك علامات للحالات الطارئة، فإذا كانت حالة طارئة تحول عن طريق إلكتروني إلى مؤسسة خدمات الإسعاف. نعم. ونحن هم شركاء أساسيين في هذا المشروع. ممتاز. راح يتعامل معها كحالة طارئة، ولكن إذا كانت حالة غير طارئة يقوم الطبيب المدرب على تقديم الخدمات الرعاية الصحية عن بعد بأخذ تفاصيل الحالة ومعالجة الحالة إلكترونيا. هذا لدرجة أنه يستطيع وصف الدواء يعني لهذه الدرجة. ممتاز. لأن الحين التشريعات الحالية تدعم هذا التوجه. نعم. والمريض يكون في بيته أو في أي مكان، في أي مكان، في عمله، في بيته، في أي مكان، في أي وقت، سواء في النهار، في المساء، في الصبح،
في أي وقت. في أي وقت، يعني هذا الشيء وايد بيساعد المرضى، أو حتى إذا عنده استفسار يعني ما بيضطر أن يعني يوصل للعيادة. في ناس بيقولك المواصلات صعبة بالنسبة لي، أو أني كيف أوصل للمكان، فهالشيء وايد بيساعد الناس، خاصة أن الجميع يعني يقدر يستخدم الهاتف أو يستخدم أي يعني جهاز من الهواتف الذكية اللي فيها البرنامج. أكيد المواصلات هذا إذا إضافة إلى وقت الانتظار، هذا راح يقلل وقت الانتظار، راح يقلل وقت المواعيد، انتظار المواعيد. صرف الدواء، يعني إذا الشخص عنده حالة مزمنة مثل السكري، مثل الضغط، مثل أمراض القلب، هذا راح يسهل حصوله على الدواء، لأن ممكن صرفه عن طريق التطبب عن بعد أو خدمات الرعاية الصحية عن بعد. ومرات دكتورة يعني أي المريض يعني أساس مرتفع السكر عنده فرضا، يعني إذا كان مريض سكر وما بعارف يزيد جرعة الدواء أو يقللها أو عنده هبوط، فهذا باتصال واحد يقدر الدكتور ينصحه يعني بهالطريقة، يعني في نفس اللحظة القلق والخوف اللي فيه يعني تبدد، يعني رضاه وسعادته كانت أكثر. وصعب يجي العيادة ويمكن ينتظر لما يدخل على الطبيب ويسأله سؤال بسيط جدا يقدر يجاوب عليه في عن طريق الهاتف أو عن طريق هذه الخدمة. أكيد أكيد، وتكون الحالات اللي تروح للمركز الصحي هي حالات تحتاج أن الشخص تقيم. يروح للمركز الصحي يحتاج إلى فحص سريري، ويحتاج أن يكون الشخص في العيادة، أو الحالات معقدة أكثر. فهاي الحالات البسيطة والحالات الممكن معالجتها إلكترونيا راح تتحول إلكترونيا للإلكتروني. والجميل كذلك دكتورة نفس ما ذكرتي يعني خدمة دبي للإسعاف يعني موصلة معاكم، هم شركاء استراتيجيين إن شاء الله بنتطرق كذلك بالنسبة لهذه المعلومة، لأنها جدا مهمة، خاصة في ناس يمكن تتخوف أن إذا حالتي خطير أو إذا حالتي صعبة، فبهذا طريقة يعني إذا في اتصال دايركت بالإسعاف فبيكون حتى يعني وقت انتظار المريض الوصول للمستشفى يكون في نفس اللحظة يتم الاتصال بالإسعاف. أكيد، لأن الشخص عندما يتصل ما يعرف أنه حالة طارئة أو غير صح هذه هي. بس إذا يل الاتصال من الطبيب أو الطبيب قيمها حتى بالهاتف فالسرعة بتكون مختلفة. أكثر مختلفة. دكتورة بنتحدث عن المشاريع والمبادرات اللي نفذتها وتنفذها هيئة الصحة بدبي لتحقيق هذا الهدف. طبعا هي مشاريع كثيرة تحت هذه المبادرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد، طبعا من خلال التطبيقات الذكية مثل ما ذكرنا، الاستشارات الطبية عن بعد. نعم. في المرحلة الثانية بتكون المتابعة اللي هي المونيتورينج، بتكون عند المريض أجهزة في البيت متواصلة بالملف الإلكتروني للمريض نفسه. ممتاز. يكون فيه نوع من المتابعة، وهذه النتائج توصل للدكتور ويكون اتصال الدكتور للمريض لمتابعة هذه الحالات. ممتاز. هذا بالإضافة إلى نحن قمنا في تحديث الإطار التشريعي طبعا لخدمات تطبيب عن بعد، وكذلك وضع المعايير الصحية. طبعا نحن يهمنا يكون في سلامة، يعني استخدام هذه التقنية تكون في سلامة وحفظ سلامة وضمان سلامة المريض. صح. فهناك معايير صحية وضوابط وضعت لهذه الخدمات طبعا وفق أفضل الممارسات العالمية. ممتاز. طبعا هذا بالإضافة أن حين في صرف للأدوية. صح. فلازم تكون في معايير محددة كيف تصرف هذه الأدوية إلكترونيا، شو هي الحالات اللي تصرف فيها، كم المدة الزمنية، طبعا بتكون شوي مختلفة عن الحالات اللي هي الموجودة في العيادة، تكون شوي فيها نوع من الضوابط حتى ما تستغل بعد الخدمة بطريقة غير صحيحة. صح. طبعا هذا بالإضافة إلى تدريب الأطباء. نعم. طبعا نحن استحدثنا guidelines أو أدلة كلينيكية. ممتاز. هاي الأدلة الكلينيكية تساعد الطبيب على العلاج عن طريق خدمات الرعاية الصحية عن بعد. طبعا الطبيب متعود على طريقة معينة من العلاج. صح. أحيانا الطريقة جدا مختلفة، فاستحدثنا هذه الأدلة الإرشادية ودربنا عليها الأطباء حتى يقومون باستخدامها لضمان سلامة وصحة المرضى. ممتاز. طبعا هذا بالإضافة إلى إن شاء الله بتكون هناك في مبادرات أخرى، لأن نحن هاي الخدمة للمواطنين وبتكون مجانا.
ممتاز. إن شاء الله نحن عندنا مبادرات بعد بالتعاون مع القطاع الخاص. يعني الآن نحن رح نستخدم القطاع الحكومي اللي هي المراكز الصحية، المستشفيات، كل الأخصائيين والاستشارين، هذا بالإضافة لمرحلة قادمة إن شاء الله قريبة إن شاء الله. القطاع الخاص التابعين ترخيصهم لهيئة الصحة رح يكونون معانا، فبيكونون في مظلة واحدة. ممتاز. هذا للاستفادة من جميع الخبرات سواء صح. محلية أو حتى عالمية صح. التواصل معاهم. هاي معظم الأشياء اللي حين قاعدين نشتغل عليها. بعد إشراك الضمان الصحي معانا. ممتاز. حتى يعني مثلا سعادة وهاي الأنواع من الضمان الصحي يكون يغطي جميع المواطنين. ممتاز. في الإمارة. ممتاز. وهذه النقاط كلها اللي ذكرتيها دكتورة كذلك يعني تبين لك اهتمامكم بكل نقطة من تدريب الأطباء على استخدام النظام الجديد، كذلك على الـ يعني شروط الأشياء اللي حطيتوها لسلامة المرضى طبعا. يعني في أشياء وقيود نحطها يعني طبيا لسلامة المريض، أساس يعني الشيء اللي يأخذ المريض يستفيد منه أكثر من أنه يأخذ شيء ويضره أو ما يناسبه. دكتورة بالنسبة لل حابين نتعرف أكثر عن الفرص والمقومات اللي تمتلكها هيئة الصحة بدبي لتحقيق الهدف الاستراتيجي. طبعا هيئة الصحة بدبي عندها فرص كبيرة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، منها استحواذ هيئة الصحة على مجموعة كبيرة من التقنيات الذكية، على سبيل المثال سلامة، برنامج سلامة اللي هو الملف الإلكتروني للمريض. طبعا الطبيب يستطيع أنه يوصل لجميع المعلومات إلكترونيا صح. ممكن تربط بالتطبيقات الذكية ما شاء الله، حين عندنا تطبيقات ذكية تربط بسلامة، ممكن المريض يشوف كل فحوصاته، كل نتائج مثلا الأشعة والتقارير كلها عن طريق هذه التطبيقات الذكية. وحين بعد نحن رابطينها مع طبيب لكل مواطن، الحين بعد يقدر المريض يشوف الطبيب ويتعامل صح. معه إلكترونيا. طبعا هذا بإضافة إلى استقطاب الهيئة للكفاءات الطبية التخصصية سواء محليا أو عالميا. ممتاز. طبعا هاي بتكون منظومة صحية متكاملة طبعا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية سواء لهيئة الصحة بدبي أو لإمارة الإمارة دبي. وطبعا الهدف الأساسي هو رفع رضا وسعادة المواطنين والموجودين عندنا هنا في دبي بالخصوص أو في الإمارات كثيرة طبعاً، يعني جميع أكيد. الإمارات طبعا جميع الإمارات. بالنسبة للهيئة قامت منذ بداية العمل بهالمشروع بتشكيل لجنة خاصة بهدف طبيب لكل مواطن، ممكن نتحدث عن هاللجنة واختصاصاتها؟ طبعا هاي اللجنة كونت من شركاء داخليين وخارجيين للهيئة. هاي اللجنة هدفها هي إعداد وتنفيذ خطة عمل متكاملة لتنفيذ البند الخامس من وثيقة 50، طبعا بالتنسيق مع كل الوحدات التنظيمية، لوضع كل المعايير ووضع الأهداف ووضع الخطط سواء خطط للخطط التنفيذية، خطط لتطوير التشريعات، خطط لتوفير الموارد المالية لهذا المشروع، وتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة. هذا بالإضافة إلى إذا في أي تحديات واجهت الفريق يقوم هذا الفريق بدعم الفرق الفرعية كذلك للمشروع. ممتاز. دكتورة تحدثنا عن أحد الشركاء الاستراتيجيين معكم، بس حابين نتحدث بالتفصيل من هم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة لتحقيق هالهدف؟ طبعا هناك عدة شركاء سواء خارجين أو داخلين. الخارجين على سبيل المثال مكتب دبي الذكية، طبعا تعاوننا معهم بالربط الإلكتروني واستخدام الاي دي اللي هي البطاقة الهوية. طبعا هناك بعد سلطة مدينة دبي الطبية واللجنة العليا للتشريعات دعمونا في تطوير تشريعاتنا وتطوير معاييرنا ممتاز. الصحية، وكذلك مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وذلك لتحويل الحالات الطارئة لهم، وكذلك إذا في حالات لأنهم يتعاملون بعد مع شرطة دبي، عندهم بعد كول سنتر، إذا جاتهم أي حالة غير طارئة تحول إلنا، فالتعاون متبادل، إذا نحن عندنا حالات طارئة لهم وإذا هم عندهم حالات غير طارئة لنا، لأن هاي الخدمة اللي هي خدمة طبيب لكل مواطن هي خدمة للاستشارة وليست للحالات الطارئة نعم. وليست للحالات اللي تحتاج إلى فحص سريري.
فإذا الشخص إذا احتاج فحص سرير يحتاج يتوجه للمركز الصحي. للمركز الصحي طبعا. هذا بالإضافة للشركاء الداخليين مثل مؤسسة دبي الرعاية الصحية طبعا، قطاع الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات طبعا، لتوفير الأطباء، وإدارة تقنية المعلومات لتوفير الأجهزة الإلكترونية والتقنيات الذكية، مركز ساعات المتعاملين، قطاع التنظيم الصحي، وقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي. طبعا حاليا نحن إن شاء الله على نهاية هذا الشهر رح نطلق الفترة التجريبية للمشروع. ممتاز. والذي بيكون نهاية من نهاية الشهر، شهر سبتمبر نعم، إلى نهاية السنة بتكون تجريبية، بنشوف كل كيف بتكون التقنيات معانا، أطباء تعاملهم مع الحالات، شو نوعية الحالات، الأعداد اللي هي المتصلة، شو نوعية الحالات المتصلة. طبعا نحن رح نركز في الفترة الأولى على حالات معينة مثل حالات السكري، أمراض القلب، ممكن الأمراض الجلدية، أمراض الصدرية وغيرها. بنشوف عندنا مؤشرات أداء لها. ممتاز. مؤشرات الأداء سواء للاتصال، فترة الاتصال، سرعة الاتصال، حتى سرعة الاستجابة، سرعة كذلك الاستجابة، سرعة تحويل المكالمات، سرعة توصيل المكالمة إلى الطبيب، سرعة التواصل مع الأخصائي. في بعد مؤشرات أداء للطبيب نفسه، كيف يتعامل مع الحالة، كيف يشخص الحالة، شو هي مخرجات الحالة، شو هي اللي هي الكريتيريا أو الصفات اللي ممكن يصرف فيها أدوية معينة مثل أدوية المضادات الحيوية، وهل صرفت بطريقة صحيحة أو غير صحيحة. هاي كلها نحن راح نقيسها خلال هالفترة. ممتاز. وبيكون بعد في فريق فني داعم للفريق الطبي اللي موجود هناك، وفريق تقني وفريق طبي بيكونوا مشرفين على هذه الأطباء 24 ساعة. ممتاز. لضمان جودة الخدمة وسلامة المرضى. ممتاز. وبتكون دكتورة الخدمة متوفرة ك 24 ساعة أو أوقات معينة فقط؟ لا، 24 ساعة. 24 ساعة يقدر الشخص يتواصل، وكذلك يعني عنده استفسارات. ذكرنا المرة السابقة مع دكتور مروان كذلك بخصوص يعني المعلومات، أو المرات الشخص يلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي أو إلى الإنترنت عموما أساس إذا يبغي يسأل أو أي معلومة يته ويجربها فرضا، أو أي نصيحة يته ويجربها، خاصة إذا كانت طبية باستخدام دواء معين أو باستخدام نبتات أو أعشاب معينة. ففي ناس تضرهم هذه الأشياء لأن ماخذينها من مصدر غير موثوق فيه، فهذه بتلعب دور كبير في حتى التثقيف أو في الاستشارات الطبية اللي يقدمها وتكون موثوقة كذلك. طبعا أكيد، لأنك أنت تقدر توصل للطبيب مباشرة، وجهة موثوق فيها، وجهة موثوقة وهيئة الصحة بدبي. نحن طبعا نشجع كل المواطنين باستخدام هاي الخدمة. طبعا هي خدمة جديدة شوي، الناس مو متعودين عليها. صح. بس لو جربوها وإن شاء الله تعيبهم، ننصحهم أنه يتوجهون لجهة معتمدة لأي موضوع صحي، لأي موضوع صحي، لأن هذه صحة الشخص. ومرات نصايح بسيطة بس تأذي الشخص نفسه. يعني نصيحة، أي نصيحة طبية أو صحية، خذوا رأي طبيبكم فيها، يعني خاصة إذا اضطريتوا مرات أنكم توقفون الدواء عشان استخدام دواء ثاني أو استخدام عشبة أو شيء معين، الشخص ما يعرف أضرارها. والحين الحمد لله كل شيء متوفر وموفر، والحين الخدمة هذه بتسهل على ناس حتى وقتهم في أي مكان يقدر يتواصل، حتى الأشخاص اللي يكونون برا على البلاد يعني يقدر يتواصل، أنها تكون تقنية بالتليفون، يعني سهل التواصل فيها. أكيد أكيد أكيد. دكتورة حنان، كلمة أخيرة توجهينها لجمهورنا مستمعينا خلال البرنامج بخصوص الموضوع نفسه؟ طبعا أنا أشكر هيئة الصحة بدبي على دعمها لهذه المبادرة، وأشكر كل الشركاء الداخليين والخارجيين لهيئة الصحة على دعمهم لهذه المبادرة والأنشطة والمشاريع التابعة لها، وأشكركم كإعلام على أساس أنكم توصلون هذه الصورة للمجتمع. طبعا نحن ننصح المجتمع أنهم يستخدمون هاي الخدمة، صحية خدمة جديدة. في بعض الناس مو متعودين، يقولوا لازم نحن نروح عند الطبيب يفحصنا وكذا، بس هاي تقنيات جديدة مبتكرة طبعا
تدعم الابتكار، تدعم التطور الحضاري لإمارة دبي. فنحن ننصحهم يستخدمونه. طبعا الطبيب إذا شاف أن الحاجة تستدعي أنه يروح للمركز الصحي أو للمستشفى أو للحوادث راح ينصحه نفس الوقت. فهو لا يتأخر على عمره، على طول يتصل، والخدمة متوفرة في 24 ساعة ويقدر يوصل للخدمة في أي وقت. صح، وهذا وهو قاعد في مكان يقدر يستفسر. مرات في أشياء أو استفسارات بسيطة يقدر يتصل فيها، يعني نشوفها مرات نحن كأطباء أسرة نشوفها عندنا في العيادة تكون موجودة. يعني أي شخص يستفسر بخصوص أدوية معينة أو يبغى ياخذ نصيحة قبل السفر أو أي يعني أشياء بسيطة يقدر حتى يستخدم تغنية الحين الطبيب لكل مواطن إن شاء الله في توجيهه أو أخذ النصيحة كذلك بهالطريقة. وهو قاعد في بيته أي وقت، يعني وقته محفوظ وهو قاعد في بيته وهو مرتاح يقدر يسأل. وبعدين الخدمة تضمن سرية المعلومات، يعني المعلومات سرية، يعني احنا في كل معاييرنا يعني وضعنا معايير لسرية المعلومات، لأمن المعلومات اللي موجودة فيها، ترخيص المنشأة هاي، ترخيص الناس اللي موجودين فيها، تدريبهم، يعني حاولنا نحن نغطي كل النواحي اللي تضمن صحتهم وسلامتهم. ممتاز ممتاز، يعطيكم ألف عافية دكتور حنان، صراحة مجهود كبير تشكرون عليه وتشكر هيئة الصحة بدبي أنها يعني على المجهود وعلى تكملة البند الخامس اللي في وثيقة الخمسين اللي هو طبيب الكل مواطن، وإن شاء الله شوفه على أرض الواقع قريبا إن شاء الله على نهاية هذا الشهر إن شاء الله. دكتورة حنان عبيد مدير إدارة السياسات والمعايير الصحية بهيئة الصحة بدبي، نشكرك دكتورة. العفو. شكرا دكتورة. مستمعينا الأعزاء وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم برنامج صحة وسعادة. أشكر فريق العمل وياي في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق نجاة السويدي، في الإخراج والقواسمة، وفي التقديم وياكم الدكتورة عاشة البسطي. إن شاء الله نلقاكم باكر في نفس الوقت الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.